يا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد والفل والياسمين، وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي. طبعا النهارده اليوم مضغوط جدا وعندنا فقرات كتيره، فعلشان كده مش هنقدر ان احنا نتكلم عن فقره اسال منى، فاعذروني كل الستات وكل اللي عندهم مشاكل والبنات الحلوين اللي بعتوا لي مشاكلهم. ان شاء الله الحلقه الجايه اوعدكم ان احنا هنتناقش فيها وهنقول فيها الحل ان شاء الله. النهارده معانا فقرات كتيره، اول فقره هنبدا بيها هي فقره عن رجوع السياحه مره اخرى بعد ظروف كورونا، وتقريبا او بالتحديد هي السياحه الداخليه. النهارده احنا معانا تقرير من فندق موجود في اسكندريه، هو اسمه فندق ايسترن. الفندق ده حلو جدا، هتشوفوا التقرير وتعرفوا كل المعلومات عنه. طبعا مش معنى رجوع السياحة ان احنا ننسى ان احنا برضو في كورونا وفي اجراءات احترازية وفي مسافات تباعدية وفي كل الحاجات اللي تقينا وتقيكم ان شاء الله من كورونا. ربنا ان شاء الله يرفع هذا البلاء عننا. طبعا احنا دلوقتي في انتظار التقرير، هنتفرج فيه على فندق ايسترن والعروض اللي بيقدمها وقد ايه الفندق ده هايل جدا. وهذا الفندق يعتبر احد مشروعات شركه مارسيليا، لان شركه مارسيليا فيها مشروعات كتيره. كنا جبنا قبل كده حلقه عن مطعم كوركوفادو، ده برضو تابع لشركه مارسيليا. فندق ايسترن تابع لشركه مارسيليا. يا ترى التقرير جهز؟ الفقرة اللي بعد كده هيبقى معانا دكاترة، هنتكلم عن التوحد للأمهات اللي بيعانوا أولادهم من مشكلة التوحد. لازم تستنونا لنهاية الحلقة، لأن هنتكلم كلام مهم جدا عن علاج التوحد، وجايبين لكم حل ممتاز وعلاج هايل يكتسح العالم جديد جدا عن التوحد. وبعد كده هنشوف فقرات تانية كتيرة. دلوقتي احنا في انتظار تقرير فندق ايسترن. التقرير جاهز؟ تمام. اوكي جاهز، يلا بينا هنطلع نشوف التقرير. مشاهدينا الاعزاء من داخل فندق ايسترن الاسكندريه، معانا ومعاكم الاستاذ ايهاب الجندي نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لفنادق ايسترن. بنرحب بحضرتك في بدايه الحلقه. شرفت يا فندم الفندق، اهلا بحضرتك منورينا. ما شاء الله بجد الفندق هايل جدا وعلى اعلى مستوى من الديكورات الهايله ومن النظافه ومن الخدمه السيفن ستارز. عايزين نعرف من حضرتك في البدايه، يا ترى فكره الفندق جت ازاي او فكرت فيها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا برحب بيكم وسعيد جدا بتواجدكم معانا في فندق ايسترن النهارده، يمكن ده اول ما تشرفونا. حقيقه هو مشوار ومجهود 10 سنين، فمن البدايه خالص كان اول شراكتي مع الاستاذ شريف حليو والاستاذ ياسر رجب علشان تكوين القطاع السياحي لمجموعه شركات مارسيليا. شركات مارسيليا طبعا بتعمل في المجال العقاري منذ اكثر من 20 سنه او 21 سنه الحمد لله رب العالمين، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى والاستاذ ياسر والاستاذ شريف، هم دول مؤسسين مارسيليا. بعد كده فكروا اللي هم يدخلوا في المجال السياحي، فبدانا الحمد لله اللي احنا نعمل شركه للمجال السياحي من 10 سنين. ده كان بدايه الفكره يعني بالظبط وتحديدها.
فبدأنا أول شركة اللي هي ماسيليا للاستثمار السياحي، وكل تشمل كل الاستثمارات السياحية. وإحنا ماشيين بقى سنة مع التانية، مع تقدمات المجموعة، مع تقدمات المشروعات في المجموعة، لأن اللي إحنا لازم ندخل في مجال الهوسبيتاليتي يبقى واضح جدا معانا، واللي إحنا لازم يبقى من إحدى العلامات بتاعتنا شركة إدارة تبقى خاصة لمصر والفنادق المصرية، تبقى أول علامة ضرائب في مصر أو في الشرق الأوسط. لأن يعني إحنا بدأنا اللي إحنا علشان في المشروعات اللي موجودة الخاصة طبعا بالاستثمار العقاري تبقى ليها الجانب السياحي بتاعها في القرى السياحية في الساحل أو في العين السخنة أو في اسكندرية. فحقيقة كان في خطة التطوير بتاعة المجموعة الأستاذ ياسر والأستاذ الشريف اللي تبقى فيه شغل سياحي قوي جدا على أرض مصر، زي ما هم بسم الله ما شاء الله يعني عاملين شغل قوي 20 سنة اللي فاتوا دول. فاضطرينا اللي احنا نعمل شركة اسمها شركة استيل لإدارة الفنادق والمنتجعات، ودي أول شركة كانت شركة ضرائب بدون خمول. اتجهنا ليها واسسنا فعلا ليها وعملناها شركه مساهمه، وبدانا اللي احنا يبقى ده اول فندق ليها، فندق استن المنتزه اسكندريه. تم افتتاحه في 16/3/2016 زي ما حضرتك شايفه كده، بكل كل الديكورات المودرن او الهوسبيتاليتي على اعلى مما وصل اليه علم التكنولوجيا او الهوسبيتاليتي بشكل عام في العالم. وحققنا حقيقه يعني ضغطنا نفسنا جدا فيه علشان نطلع احسن حاجه بلدنا في اسكندريه، واحسن حاجه تشرفنا كمجموعه شركات مصريه وتبقى ده اول فندق ضاي في مصر تحت اداره مصريه بالكامل 100% من عماله وتشغيل وخلافه. بس ده كانت اول حاجه تخص استن، يعني النبذه من مصر. ما شاء الله اللهم بارك، وفعلا حاجة مشرفة جدا، والفندق هنا على أعلى من مستوى من الهوسبيتاليتي أو الضيافة. عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن الفروع، لأن احنا عرفنا أن فندق إسترن مش موجود بس في اسكندرية، حتى في اسكندرية ليه كذا فرع وليه فروع أخرى. ممكن حضرتك تعرفنا وتعرف المشاهدين هذه الفروع؟ طبعا احنا بنتكلم ان احنا عندنا ستويشن لشركه الاداره كشركه است لاداره الفنادق بشكل عام اللي بتدير النهارده فندق المنتزه. عندها خطه طموحه في الخمس سنين اللي جايين، اللي هي يبقى عندها كذا اداره وتشغيل لكذا فندق موجودين في محافظات مصر المختلفه. وكمان احنا بنسعى برضه ان احنا نطلع بره مصر، وبالفعل احنا بندرس حاجات دلوقتي في دبي علشان نديها بالعلامه التجاريه بتاعتنا، وهي فعلا دلوقتي تحت الدراسه. عندنا في استن اول فندق يعتبر بيئي هيبقى موجود ان شاء الله في سيوه، احنا شغالين فيه دلوقتي الحمد لله. ده هيبقى عباره عن 60 سويت، 60 سويت دول كلهم بالنظام البيئي في سيوه. يعني ايه النظام البيئي في سيوه؟ يعني بيحافظ على البيئه؟ هو مش بيحافظ على البيئه بس، طبعا هو بيشتغل بالبيئه الصديقه وكل الطاقه الشمسيه، وبيشتغل كل الشغل والاطعمه بتاعته بتشتغل اورجانيك فيها اللي هي السياحه النظيفه او السياحه الخضراء. النهارده في التصنيفات بتاعه وزاره السياحه النهارده اتغيرت في السنه اللي فاتت في 2019، فبقت في النهارده في السياحه الخضراء. فالنهارده احنا اتجهنا الاتجاه دوت من سنتين قبل يمكن حتى التعليمات بتاعه الوزاره ما تنزل، لغايه لما نزلت الضوابط، اللي احنا النهارده العميل اللي هيجي هياكل من الارض اللي هو هيبقى موجود فيها، الزراعه احنا اللي هنزرعها اورجانيك، التربيه، المواشي، اللحوم، كل ده حضرتك موجود جوه المنتجع. المنتجع بيخدم 60 اوضه بس بيخدم كل حاجه بتطلع من الارض اللي انت فيها. يعني اكتفاء ذاتي. تقدري كده بنسبه 70-80% اكتفاء ذاتي، كل الشغل فيها اورجانيك، انواع الفاكهه، انواع الزيتون اللي موجوده، اغلبيه الحاجات بالفعل هتتم تربيتها وهتتم زراعتها جوه المنتجع في سيوه باذن الله. شغالين فيه دلوقتي الحمد لله، ده هيبقى عباره عن 60 سويت، 60 سويت دول كلهم بالنظام البيئي في سيوه. يعني ايه النظام البيئي في سيوه؟ يعني بيحافظ على البيئه؟ هو مش بيحافظ على البيئه بس، طبعا هو بيشتغل بالبيئه الصديقه وكل الطاقه الشمسيه، وبيشتغل كل الشغل والاطعمه بتاعته بتشتغل اورجانيك فيها اللي هي السياحه النظيفه او السياحه الخضراء. النهارده في التصنيفات بتاعه وزاره السياحه النهارده اتغيرت في السنه اللي فاتت في 2019، فبقت في النهارده في السياحه الخضراء. فالنهارده احنا اتجهنا الاتجاه دوت من سنتين قبل يمكن حتى التعليمات بتاعه الوزاره ما تنزل، لغايه لما نزلت الضوابط، اللي احنا النهارده العميل اللي هيجي هياكل من الارض اللي هو هيبقى موجود فيها، الزراعه احنا اللي هنزرعها اورجانيك، التربيه، المواشي، اللحوم، كل ده حضرتك موجود جوه المنتجع. المنتجع بيخدم 60 اوضه بس بيخدم كل حاجه بتطلع من الارض اللي انت فيها. يعني اكتفاء ذاتي.
تقضي كده بنسبة 70-80% اكتفاء ذاتي، كل الشغل فيها أورجانيك، أنواع الفاكهة، أنواع الزيتون اللي موجودة، أغلبية الحاجات بالفعل هتتم تربيتها وهتتم زراعتها جوه المنتجع في سيوة بإذن الله. فده برضه بانش من بانشات إستن اللي احنا بنتكلم عليها، إن في إستن هوتيل وفي إستن بادجت وفي إستن ريزورت، فكل الكلام ده إن شاء الله برضه تحت علامات إستن موجود يعني. فده بالنسبة لسيوة. بالنسبة لمرسى مطروح إن شاء الله الحمد لله تم بالفتح، بالفعل فتحنا اوتيل في قدام سيد عبد الرحمن، في منطقه سيد عبد الرحمن قدام على الطريق الدولي نفسه يعني طريق اسكندريه مرسى مطروح، وتم افتتاحه. الفندق دوت عباره عن 58 سويت ويشمل بعضه جيم ومطعم نفس اللي موجود في استن، الفاسيلتيز بتاعه الاوتيلات اللي احنا شغالين عليها من جيم وسبا وهكذا. ده فندق شغال بالفعل. طبعا ده بالنسبه لسيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن حقيقه والعالمين الجديده واخده مننا اهتمام كبير جدا، وطبعا الاهتمام ده طالع من ناتج عن اهتمام القياده السياسيه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمدن الجديده طبعا اللي تم انشائها في اخر 6 سنين. فطبعا منطقه العالمين الجديده منطقه بومنج جدا ومنطقه نشطه جدا للاستثمارات السياحيه طبعا في مصر. وطبعا احنا اهتمينا جدا كمجلس اداره بقياده الاستاذ شريف حليه والاستاذ ياسر عجب اللي احنا نبقى اول ناس نشتغل في العالمين الجديده وسيد عبد الرحمن. فحقيقه الحمد لله كان من سعداء الحظ الحمد لله اللي احنا افتتحنا بالفعل في شهر اغسطس اللي فات استن سيدي علواني في سيدي عبد الرحمن، وبنسعى بقى ان شاء الله الايام اللي جايه ديت الفندق الثاني باذن الله داخل مارسيليا بيتش فوم مارسيليا سيدي عبد الرحمن. احنا مطلعين سلوجان اجمد بحر في الساحل يعني. فالحمد لله المرحله الاولى والثانيه كاستثمار عقاري اتسلمت، وفي مرحله ثالثه، واحنا ان شاء الله في المرحله الجديده دي باذن الله قدامنا 2 سنين ان شاء الله عندنا فندق هناك حوالي 190 اوضه. دي هتخدم المنطقه بتاع سيدي عبد الرحمن بالكامل، وهتبقى داخل مارسيليا بيتش فوم استن سيدي عبد الرحمن. ده من ناحيه الساحل الشمالي. عندنا برضه الحمد لله رب العالمين توسعات هنا في اسكندريه في مشروعات مارسيليا للاستثمار العقاري، برضه في ان شاء الله استن حياه اليكس بارك، وده موجود هنا في الطريق الدولي برضه، هيبقى في حدود 75 سويت وملحقات طبعا قاعه افراح ومطاعم وكافيهات وصاله جيم وسبا، نفس الاوتليت بتاعه استن اللي احنا بنجي بيها والعلامات التجاريه بتاعتنا اللي احنا انشاناها ككيك امبيك الحلواني، كل المميزات بتاعتنا استن جيم، كل الاوتليت اللي احنا انشاناها من اول ما عملنا شركه الاداره اللي احنا اشتغلنا عليها كشركه اداره استن للداي عملناها. وطبعا كل دوت احنا بدون خمو، وكل ده تحت علامه استن المصريه 100%. ما شاء الله ممتاز جدا جدا. وقد ايه برضو بنبقى سعداء ان رجال الاعمال بيتوسعوا في مشروعاتهم، لان سياده الرئيس كان مبداه ومبدا الحمله الانتخابيه الخاصه بيه كانت العمل. العمل لما بنجيب ليكوا يا شباب رجال اعمال مميزين زي مستر ايهاب، ودايما في حلقاتنا على مدى سنة ونص حريصين دايما ان احنا نجيب لكم امثلة يحتذى بها. طبعا حضرتك يا استاذ ايهاب مثل يحتذى به، وفعلا سيادة الرئيس كان مبدأه العمل، وما شاء الله انا شايفة رجال الاعمال بيشتغلوا، مش بيقولوا في معوقات، مش بيقولوا لا، يعني ما عندهمش الروح الانهزامية. ورغم الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة جدا، وهي فيروس كورونا، وطبعا كل الفنادق وكل المصالح اتقفلت. فعايزة حضرتك تكلمنا بعد ما فترة كورونا الحمد لله عدت وابتدت الفنادق تفتح بنص الطاقة الفندقية ليها، عايزين حضرتك تكلمنا أولا عن الإجراءات الاحترازية اللي انتوا بتقوموا بيها في الفندق، وقد إيه انتوا حريصين على صحة أي مواطن أو أي جست وتفر بقى الجنسية بتاعته إن هو يشرف هنا في الفندق. طبعا بس أنا اسمحي لي أعقب على طبعا السيادة الرئيس توجيهاته العمل ثم العمل ثم العمل. هو حقيقة طبعا يعني فعلا اللي اتعمل على أرض مصر في 6 سنين يوازي زي ما هو سيادته كان بيتكلم في آخر يوازي تقريبا 20 سنة، وأنا في اعتقادي اللي هو أكتر بكتير جدا. يعني احنا النهارده كمجموعه شركات مارسيليا عندنا سلوجان في المجموعه كاستثمار عقاري او مجموعه الشركات
20 سنة خبرة يساوي 100 سنة إنجازات. فالنهاردة سيادة الرئيس فعلا لو هي 6 سنين توليه حقيقة يساوي أكتر من 100 سنة إنجازات، مش 20 سنة زي ما هو قال. وده موجود على أرض الواقع، موجود في العلمين الجديدة، موجود في الجلالة والعين السخنة، موجود في دمياط الجديدة، موجود في المنصورة الجديدة، كل المدن كمان اللي لسه إن شاء الله كمان ناقص الحكمة الجديدة. يعني لسه كل المدن اللي فتحت لسه في مدن تاني سوف يتم الطرح عنها، يمكن لو حضرتك شايفه السوشيال ميديا هيبقى موجود. وفي بعضه انا بشكر حقيقه في الاول وفي الاخر مش انا لوحدي بس اللي بستثمر، حقيقه كان في دافع كبير جدا من شراكاتي ومؤسسين مواصليا الاستاذ شريف حلي والاستاذ ياسر عجب، حقيقه دفعوا جدا 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 عجله الانتاج في مواصليا بيتش او في استن، بخصوص اللي هو يبقى في كل منتجع لينا بصمه ولينا اسمنا ولينا الهوسبيتاليتي بتاعنا اللي بيبقى متواجد. الحاجه الثانيه طبعا القياده السياسيه ومجلس الوزراء ووزاره السياحه بداوا يحطوا قواعد واسس للاجراءات الاحترازيه داخل جمهوريه مصر العربيه على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد. الحقيقه ده كانت في تعليمات قويه جدا من وزاره الصحه ووزاره السياحه، وكان في تعاون مشترك ما بين رجال الاعمال وما بين السوشيال ميديا اللي احنا فعلا نبتدي نطبق الكلام ده على ارض الواقع. كل الاجراءات الاحترازيه اللي جات لنا من وزاره السياحه من بوابات تعقيم، مقفزات، تباعد الاجتماعي، العلامات الارشاديه اللي موجوده طبعا في الاوتيل، الكحول اللي موجود، المطهرات في كل مكان في المطعم او في الكوفي شوب او في الغرف، الغسيل والكيميكال او في اللاندري النهارده بدانا نهتم بيه وبيدخل درجات غليان مخصوصه تم تنبيه علينا فيها من وزاره السياحه بكحول وكلوب بنسب متعارف عليها اكتر من الاول. حمامات السباحه بدات برضه تعمل لها معالجه بشكل مختلف. نسبه الاكبنسي اللي حاصله احنا ابتدينا 25% في شهر مايو، وبعد كده سياده رئيس مجلس الوزراء زود النسبه دي 50% في شهر يونيو. فطبعا كل التباعد الاجتماعي ونسبه الاشغال 50% دي ساعدت اللي احنا يبقى في تباعد في المطاعم، في الكافيهات، في كل الاوتليت اللي بيستخدمها العميل، التطهير الدائم في الاماكن العامه او في الغرف او الشبه يوميه طبعا موجوده في الغرف مع الاوتليت اللي موجوده كل نص ساعه تقريبا من المدخل لفوق، يسد درجات الحراره المستمره، كل الاجراءات الاحترازيه اللي نزلت في الاشتراطات اتطبقت وما سمحش لاي فندق او اي حد يبدا يشتغل الا ما يبقى مكمل كل الاشتراطات الاحترازيه، حتى العاملين ولبس العاملين وغسلهم واماكن تواجدهم، كل حاجه نزلت في الاشتراطات تم تطبيقها علشان سلامه العاملين اولا ثم سلامه العملاء اللي بتبقى موجوده، لان طبعا دي لغه الضيافه واحنا ديت بيبقى عميل عندنا وطبعا احنا بنبقى عايزين نفسنا نحافظ عليه. فالحمد لله نتمنى يعني الحمد لله يكون ربنا وفقنا كل الفترة ديت. وحقيقة الوعي المواطن ده بقى من السوشيال ميديا والإجراءات الاحترازية اللي حاصلة في مصر حقيقة قوية جدا جدا، واعتقد كمان اللي بقى فيه نهضة وعي عند العميل او الكلاينت اللي بيجي لنا كامل وبدأ فعلا بيستخدم الكلام ده على اعلى سلامة ليه هو. بما اننا بقى في فندق استرن النهاردة في الاسكندرية، عايزين حضرتك عايزين بعض العروض اللي تشجع كل المشاهدين دلوقتي ان هم يحجزوا في فندق استرن وييجوا يبقوا كاستمرز او كلاينتس عندكم. احنا حقيقة فندم طبعا العروض عندنا ما بتنتهيش في المجموعه بشكل عام او في كل فنادقنا اللي موجوده، احنا بنبتدي نعمل اوفرات شهريه، الاوفرات دي في اغسطس بيبقى لها شكل وسبتمبر بيبقى لها شكل واكتوبر بيبقى لها شكل، بنتارجت على السوشيال ميديا وعلى كل المواقع الالكترونيه بتاعتنا وعلى الويب سايت، بنبتدي ننزل اوفرات تو نايت وان نايت فور فري، بنبتدي نعمل ديسكاونت معين، بنبتدي نعمل لاجلك جيست اللي موجود عندنا كاتليوالتي اللي هو كل ما يبقى موجود عندنا وكل ما بيبقى عدد زياراته وكل ما التخفيض بتاعه ما بيعلى. يعني عندنا كات الولاء دوت موجود عندنا، كات الولاء دوت العميل لما بيجي ما اتنين وتلاتة لما بيبقى يجلك جيست عندنا ده بيبقى ليه تخفيضات مختلفة عن العميل اللي هو أول ما يزورنا، والكلام ده طبعا بنطبقه وبننزل بيه في حملة دايما على طول للأوفرات. كل شهر هتلاقي في استرن أو في مجموعة استرن هتلاقي أوفرات مميزة يقدر العميل النهاردة يستفيد بيها، وكل ما العميل بيقوم بزيارتنا ما اتنين وتلاتة ده بيساعده اللي هو ياخد تخفيضات أكتر في الأكومديشن أو في الأوتليت الموجودة أو في الكوفي شوب أو في قاعة الافراح. كل الكلام ده الحمد لله يعني احنا عندنا تيم كويس جدا للسيلز اند ماركتنج بيشتغل على الكلام دوت وحقيقه عامل شغل كويس الحمد لله يعني. وطبعا احنا عرفنا من مستر ايهاب ان كل الاوفرز دي بتبقى موجوده على الصفحه الخاصه بمجموعه فنادق استرن. مشاهدينا الاعزاء لو حابب تتواصل مع مجموعه فنادق استرن هتلاقي العناوين موجوده على الشاشه قدام حضرتك دلوقتي، وكمان هتلاقي ارقام التليفونات وكل ما يخص فنادق استرن. عايزين بقى من حضرتك شرح كده للفندق
الجست لما بيجي في هاف بورد في فول بورد واتيفر بقى حضراتكم ايه اللي ممكن انتوا تقدموه للجست، ايه الحاجات كمان المقدمه في هيلث كلاب، في كل الحاجات دي عايزين حضرتك تكلمنا عنها. طبعا يا فندم احنا اول حاجه العميل بيعمل ريزرفيشن على المواقع الالكترونيه او على الديسك او من قبل المبيعات او الريزرفيشن عندنا، بيتم استقباله طبعا في الريسبشن، بيتم الاستمتاع مبدئيا اول انواع الاقامه البي بي الفطار، في انواع تانية من الاقامه الهاف بورد الفول بورد، ده طبعا ثلاث انواع من الاقامه عندنا هنا في فندق استن او في المجموعه بشكل عام. بس ملي الاكوموديشن بتبقى معاها البي بي بيبقى معاها الفطار، فده بيبقى انكلودنج ضمن اول ساعه ممكن يقيم بيه، وده تقريبا دي بتبقى شبه اول تعاقدات مع الانديفيدوال او الكوربت او كده. طبعا بيبقى عندنا اوبن بوفيه يوميا من الساعه 6 لغايه الساعه 10 ونص موجود في المطعم الرئيسي، بيستمتع بيه العميل طبعا طول مده اقامته. بعد كده الجزء الترفيهي الخاص بيه بيبقى موجود عنده 2 حمام سباحه، منهم واحد حمام سباحه هيتد سخن بيبقى شغلته للشتاء علشان يقدر يستمتع بيه. بعد كده ممكن بيستمتع بالهيرس كلاب بتاعنا، عندنا الجيم بيستخدمه فور فري، وعندنا المساج والساونا والجاكوزي والبخار، كل المكان طبعا اللي جوه برضه بيقدر يستخدمه مقابل الاقامه بتاعته او حسب الاتفاق اللي هو نازل الاوضه شامله الكلام دوت، او بيبقى بتشارج بسيط يبقى ليه. ده برضه من ضمن الحاجات الاوتلت اللي احنا بنقدمها له. بيبقى في انترتينمنت على حمامات السباحه، حفلات بتبقى موجوده بالليل او ميوزك خفيف او كده، او كوفي شوب عندنا برضه علامه بيسك كوفي شوب، ده بيبقى برضه شغال بالماتشات الرياضيه، كل الماتشات الرياضيه الدوري الانجليزي او كده كل ده بيبقى متذاع، بيبقى برضه جزء بالنسبه لي فيه موجود عندنا. لو بيحب يعمل كونفرنس او بيحب يعمل ميتنج او لو عنده بيزنس حابب يعمله في المكاتب الموجوده لخدمه رجال الاعمال، عندنا قاعات لخدمه رجال الاعمال او البيزنس موجوده في الدور ال 11 للاوتيل، عندنا قاعه افراح وقاعه مؤتمرات ممكن بيستخدمها لو عنده مؤتمر كبير او مؤتمر طبي او بخلافه او اي انواع مؤتمرات موجود في الاوتيل، وبيبقى عنده الكوفي شوب اللي بيخدم الكلام دوت، او بيبقى عنده السايد ستيشن بنقدم له السناكس والكوفي بيك، كل الكلام ده نقدر نقدمه له داخل الاوتيل بتاعنا. الاوتيل الحمد لله رب العالمين كل الاوتلت بتاعته شغاله، عندنا مطعم لبناني، عندنا المطعم الرئيسي مطعم افندينا، عندنا بعد كده انواع بقى مختلفه من المنيو، عندنا في منيو الكوفي شوب ارابيسك، وعندنا منيو تاني اللي هو منيو افندينا اللي موجود، فاحنا عندنا 2 منيو ما بين شرقي وما بين انترناشونال وما بين غربي، يقدر ياخد منه كل اختياراته سكات للغدا او سكات للعشاء. وبيبقى في ديلات تانيه بنعملها اوف بورد اوبن بوفيه، بيبقى في فطار وعشاء، ده بيبقى ديل لوحده مثلا لو معمول مع الجروبات، يعني طبعا بيجي لنا جروبات اجنبيه وبتنزل في الاوتيل الاوفر داي والاوفر نايت، فالحمد لله يعني كل الحاجات المتاحه، والستاف حقيقه الحمد لله يعني ندعي للناس كويسه جدا، والحمد لله الخدمه زي ما انت قلتي عندنا. ما شاء الله، يعني حضراتكم سمعتوا قد ايه الخدمات المقدمه من فندق استرن او من فنادق استرن. يعني حضرتك لو حبيت تقضي الويك اند او حابب تصيف في اسكندريه او في اي محافظه من المحافظات اللي موجود فيها فنادق استرن هتتبسط جدا حضرتك واسرتك، وفي اوفرز هايله جدا بتتقدم ومقدمه وموجوده على الصفحه الخاصه بفنادق استرن اذا كان على الفيسبوك او على الانستجرام. مشاهدينا الاعزاء، لو حابب تستريح وتريح اعصابك او حتى حابب تعمل بيزنس، لو حابه تعملي اجمل فرح في اجمل قاعه، كل الحاجات دي موجوده في فنادق استرن. مشاهدينا الاعزاء، من داخل فنادق استرن بنشكر حضرتك استاذ ايهاب او مستر ايهاب، ميرسي جدا لذوق حضرتك. شكرا جدا على وجودكم النهارده، وسعيد جدا باللقاء يا فندم، شرفتونا يا فندم، وان شاء الله نشوفكم في لقاءات جايه باذن الله. بجد بنشكركم على حسن الضيافه وعلى النظافه وعلى الرقي في الديكور وعلى التعامل الرائع من الاستاف، خدمه كامله متكامله مش هتلاقيها في اي مكان غير بس في فنادق استرن. مشاهدينا الاعزاء، لازم تيجوا فنادق استرن، ابقوا معنا.